اللي ابو القناه اللي ابو القناه بسرعه اللي ابو القناه مالك هو في ايه؟ خبر عاجل، امر وزير الماليه بسحب كل النقود الموجوده في البلاد، والى ان يتم طبع العمله الجديده سوف تتعامل البلاد بالمقايضه. مقايضه؟ يا نهار ابيض، هنرجع للمقايضه؟ يا وكسه منيله بستين نيله. اصبحنا في زمن العجائب والغرائب، وفيه 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 وفيه. عادل، يعني ايه مقايضه؟ مقايضه يا ماما يعني الناس يرجعوا تاني ما يدفعوش لبعض فلوس، لا يعني ده يدي لده سلعه وده يدي لده سلعه يعني. مش فاهمه ازاي مش فاهمانه يعني، اذا كنت انت اصلا مولوده ايام المقايضه، ايام انا حسن الهلالي. حبيبتي انا من مواليد السبعينات، من ايام الفور ام. قولوا لي بس دلوقتي، هي المقايضه دي ان شاء الله هتبدا من امتى؟ ما هي بدات خلاص اهي، ما اعلنوا عنها. ينفع يعني، ينفع يعني يا ربي، هو احنا ناقصين مقاعدات وكلام فاضي من ده؟ الحكومه عملتها معانا خلاص. هي اول مره تعملها معانا يا عادل؟ انا بجد مش مصدقه ان احنا في عصر الفيسبوك وانستجرام وبيحصل الكلام ده. انا خدت قراري خلاص، انا هحول كل الفلوس بتاعتي دولارات. فلوس ايه يا ماما؟ الفلوس خلاص ما بقالهاش اي قيمه، بقت لوحات فنيه، يعني بالكتير مثلا ممكن تحوليها زي ورق الجرايد كده اهو، ها، وتلف فيها بقى ايه لب وسوداني وبتاع. افتحي يا ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حظاظ. أهلا أهلا. إحنا مكلفين من وزارة المالية إننا نلم الفلوس اللي معاكم إن شاء الله. أيوة. استخبى فين؟ لا هشوفه ده هي. لا اتفضل يا حضرة الظابط، اتفضل. رمزي يا رمزي، انت تحت المكتب؟ اطلع يا رمزي من تحت المكتب. لا اطلع بقول لك. لا دول يا ابني، اطلع يا ابني، يا ابني اطلع يا ابني، بطل لعب عيال. دول لو حد قرب لي هخنق نفسي. ايدك تعرف تخنق نفسك بنفسك يعني؟ بس ما ينفعش. في ايه يلا؟ ما تخافش يلا. لا دول لا، ما حدش بقى ياخد تحبيشه عمري. تحبيشه عمرك؟ تحبيش عمرك على اساس ايه يعني؟ محوش طاجن باميه؟ ارجع له الفلوس يلا. النبي دول لا، والنبي دول لا. ياد ما تقلقش يلا، ما كلنا دفعنا فلوسنا، يلا اطلع بالفلوس. انا عاوزك تطمن خالص، اللي عند الحكومه ما بيروحش ولا بيجي. يا دول لا، يا دول انا مش هفرط في شقه عمري ابدا. شقه عمرك اسمها شقه عمري مش شقه عمري. يا دول انت جاي تصلح لي؟ يا دول اقعد اصلح لك. اطلع عاد بالفلوس يا. لا دول ياخدوا فلوسي بس يسيبوا لي المال. ايه التخلف ده؟ ماشي، ما احنا عايزين فلوسك، هات فلوسك، هات فلوسك يا ابني. لا يا دول يا ابني ما تخافش يلا، ما كل الناس دفعوا يا ابني. هات هات يلا يلا حبيبي يلا. هتوحشيني يا غالي. هي دي شقه عمرك؟ 20 جنيه الشقه دي؟ 20 جنيه يا ابني ده يعني ده يوم، ده شغل يوم. اتفضل يا حظاظ. بس تعال 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 تعال، في اوضه كنت مخبيها من الشقه. هات 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 هات. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. مش عارف والله اودي المبلغ الضخم ده فين. اتفضل ايد. يا ماما. على المواصلات. على السلامة يا حبيبتي. ايه ده، انت قبضتي معايا؟ الحمد لله. ثلاثة طماطم، ثلاثة خيار، ثلاثة كوسة، اثنين رطل لحمة. الله، وما قبضتيش بصل ليه؟ لو ما فلوس ما كفتش، قصدي الماهية ما كفتش. احنا في زمن العجايب، ربنا يسر على اللي جاي. سناء، بقول لك يا سناء، ما لقيش معاكي فك البطيخه بليز. لا معيش فك البطيخه. يا البطيخه بتتفك بكام؟ على حسب تعليمات وزير الماليه، اربع مانجات وثلاثه موزه ونص ليمونه. ليمونه الحبايب، واحنا مال ليمونه. يا 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 عليكي، انا مش طايقاكي بجد. انت كان لازم ان تصممي على الموقف بتاعك مع الزفت اللي اسمه صابوله ده. ما انت عارفه دماغ امه الناشفه. يا سلام، دماغ امه الناشفه. انت اللي عبيطه. عايزه اقول لك حاجه، انا مش مصدقه. I cannot understand myself. ازاي انا وافق ان تتجوزي واحد جربوع زباليون من الشجاعات وانا ارضى؟ ازاي تتجوزي واحد حقير ملوش اي لازمه زي صابوله ده؟ فعلا الحب يصنع المعجزات. انت بقى ما كانش لازم خالص ان تمدي ايده تاخد منك اي حاجه. اللي يجي منه احسن منه ياما. اسمها ماما يا قلة الادب، مش ياما حاجه وحشه. قولوا لي انتوا بقى واشهدوني معايا،
الراجل ده رفض ان ياخد بيضتين زياده يديها لابنه زياده بيضتين. منشي طول عمرك عارفه انه بخيل ومقرح. ايه ده هو انت لسه ما بتعرفش الحاجات الشهريه؟ اه يا اختي شعريه من هنا ب 600 نيله. 60 نيله. بقول لك انت لازم ترفعي عليه قضيه. سامعه؟ قضيه عشان بيضتين؟ بيضتين؟ انت عارفه يا عبيطه انت البيضتين دول بيتفككوا بكام النهارده؟ البيض بيتفكك؟ البيض بيتسلق يا جهل يا جهل. مش جهل انت دي 60 جهل. قلت الادب. انا قلت الادب. شات اب شات اب عينك. قلت الادب. بصي هقول لك حاجه. بصي هقول لك حاجه. هرزعك بالبطيخه دي. وانا هرزعك بالمجله. يجي العو ياكلك. عارفه ازاي؟ بص يا جماعه يا جماعه خلاص انا تعبت. انا حاسه ان انا هتجنن في البيت ده. يا مسهل اهو نبقى خلصنا من واحده. بصي يا رني انا ما قصيتش حاجه. ما قلتلكش كلام اصلا. لا انت قلتي ادبك دلوقتي عليا. انا ما جيتش جنبك اصلا. في تجاوز يا رانيا. لا 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 راسه بطحي حاسس عليها. اسكتي. لمي نفسك يا رانيا. هلطشك. ما تمديش لك عليها. اسكتي. هلطشي مين يا رانيا؟ عجبك الشعر ده؟ هلطشي مين يا رانيا؟ حته واحد كوكتيل يا ابني بقى بسرعه. ماشي. ولا ياكل واحد ساعه حته. حلو قوي ان دوله جه. حساب الكوكتيل بقى بتاعي على دوله حبيبي. يا سلام. ليه انت مش معاك كتاكيتك؟ حاسب منهم يا دوله بقى. ما هم فاضل كتاكيت يا دوله. ده هم اتنين بس. ليه وبقيه الكتاكيت راحت فين يلا؟ ما انا كل يوم يا دوله اروح للعطاره افك منه كتكوت. بتفكه بايه؟ بكيلو تشيش. بتعمل ايه بالشيش؟ برجع بقى اكلهم بقى للكتاكيت الباقيه. الباقيه ايه ده؟ هم كتكوتين يعني؟ دول كانوا كيلو تشيشه. ايوه ما انا باكل معاهم بقى يا دوله. انت حر بقى. انت حر براحتك. انت عايز تحاسب حاسب من كتاكيتك. فك كتكوت وحاسب وجهك يا دول. لا بقى لا انت اللي هتحاسب لي بقى يا دول. معلش بقى. مش هحاسب لك على حاجه يا رمز. طب ما انا ضاع مني كتكوت امبارح يا دول. ايه ده؟ انا لقيت امبارح كتكوت. الله اكبر. يبقى ده بتاعي يا دول. لا بتاعك ايه؟ هتستهبل؟ لا 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 بقول لك ايه يا دول. الكتاكيت الحلال ما بتضيعش. يا سلام. انت اساسا كتاكيتك كتاكيت مزارع. الكتكوت اللي انا لقيته امبارح كان كتكوت بلدي وشركسي. دول انا ما باكلش كتاكيت حرام يا دول. الكتكوت ده بتاعي. هو ايه اللي بتاعي؟ ولا مش عايزين استهبال. ما تحورش يالا. وبقى خد حته. ايوه خد. امسك خد اللب ده. ده حساب الشاي بتاعك. ليه يا استاذ عادل اللب؟ والنبي يا استاذ عادل بهدوخ على المحمصه عشان اغيره. خليها اسداني. والنبي عايز تغير معايا اللب؟ مش عايز. هات خلاص يا استاذ عادل. طب وحساب اللب بتاع الكوكتيل بتاع يا عم؟ فلوسي راحت. امسك. الحمد لله. بص الكتاكيت الحلال ما بتطرش ابدا. خد يا حبيبتي ادي عقلتين اهم. ايه ده يا بابا؟ عقلتين بس؟ ما تزود مصروفي عقلة كمان يا بابا. حبيبتي ايه الشماعة؟ احنا متفقين عقلتين قصب مصروفي كل يوم. لا بابا انا عايزة اجدد باقة النت بتاعتي. ما عنديش نت في التليفون. يا نصابة. انا مجدد الباقة امبارح بعقلتين. ها؟ طب ما هو كل حاجة يا بابا بتغلى في الدنيا دي يا حبيبي انت عارف. يا سلام. ايوه اقعدي تدلعي عليا كده وماشي. عشان خاطري. خدي. ادي عقله كمان عشان ما تقوليش ان انا بقى حرمك من اي حاجه. يلا يا بابا. ميرسي يا حبيبي. يعني انت عادل بقول لك ايه؟ خد صحح لي دول. ايه ده؟ دي محوشه سوداني من ورايا ولا ايه؟ احوش ايه بس يا حسره؟ ده السوداني اللي جاي على قد السوداني اللي رايح. ماشي يا ست. دول كام سودانيه؟ عدهم. عد وراكي برضو. معقوله يا رانيا حبيبتي؟ واحد اتنين تلاتة واربعة. ايه ده؟ ايه؟ خدي غيري لي السودانية دي. ليه بقى ان شاء الله؟ انت محوشة سوداني اسواني، دي سوداني مملح. وحصل الكهرباء، اتفضلي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الحق يا ماما. ايه يا حبيبتي في ايه؟ مالك؟ فاتوره الكهرباء بتاعت الشهر ده عاليه قوي. كام يعني؟ كام؟ 2 كيلو رز و2 كيلو زبادي و5 رز بلبن و3 كيلو قته. البس. ايوه يلا رمزي بتعمل ايه؟
مش فاضي ارد. مش فاضي ارد دي؟ اقول لك بتعمل ايه؟ رد عليا على طول. بتعمل ايه؟ ايه دولة بقى؟ لا بلعب صبر وي يا عم. صبر وي؟ صبر وي دي يالا اللي هي كلها دهب دي؟ ايوه دولة، هي دي يا دولة. تعرف يالا يا رمزي الدهب ده لو الحقيقي يا نهار ابيض، عارف الواحد كان يعمل ايه؟ يا طب انت يا دولة لو كسبت كل الدهب ده وبقى كنت هتعمل ايه؟ دهب ده بقى لو كسبت كله كنت افتح محل جواهر جيالة، محل بقى كله دهب، كله دهب يعني حتى الفاترين دهب، كراسي اللي الناس بيجوا يقعدوا عليها ده. عارف الباب الصاج ده؟ يا دولة دهب يالا. باب صاج دهب؟ يا ايوه كده دولة. انت عارف لما هتفتح المحل ده وان شاء الله واجي اتجوز هشتري من عندك سلسلة فضة. يعني انا فاكر الحال ده وانت جاي تشتري سلسله فضه؟ انت اخرك سلسله بتاع كلب يالا. يعني وبعدين مين اللي ضحك عليك وقال لك ان انت هتتجوز يا ابوي؟ بص يا رمزي عشان ما تتصدمش، يعني انت عمرك ما تتجوز يا رمزي. عم بغش. ده اذا كان انت اتجوزت انا مش هتجوز. ماشي ماشي، مخصوم منك تلات كتاكيت. بونسوار عادل. اهلا يا حماتي. بقول لك ايه، ما عندكش طماطميتين سلام؟ طماطميتين؟ ايوه. لا ما عيش يا حماتي، اخر طماطميه صارفها الصبح. بليز يا عادل، يعني دور هنا ولا هنا، بجد انا محتاجه طماطميتين بشده يعني. حماتي يعني هجيب لك منين؟ طب قولي كده، طماطميتين؟ طماطميتين. 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 طب حماتي وبعدين انت مش بتاخدي المعاش بتاعك؟ معاش؟ معاش ايه بس يا عادل؟ يعني انا اعمل بذمتك ايه بكيلو جوافه وتفاحيه وصبابه موز؟ صبابة موز؟ ايوه. طب قولي طماطميتين؟ طماطميتين. معاش. عادل الميزانية خرفت الشهر ده خالص مني يا عادل. طب وانا اعمل ايه؟ طب ماما، ما انا ببذل قصارى جهدي يا بيبي. انا ما عنديش ولا سلعة ولا معايا خياريه يا زيادة حتى. وانا ماشية بنظام متناهي الدقة ومع ذلك السلعة برضو بتطير في الهواء. يا حبيبتي يا حبيبتي، احنا خلاص بقينا اخر الشهر، هنعمل ايه يعني؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ هو ايه السؤال يعني؟ فين السؤال؟ يعني انت مش مخبي خمس تعواد قصب تحت البلاطه ولا عقله واحده مخبيها؟ خبي ايه؟ هم عودين اللي عندي مخليهم مثلا لغايه اخر الشهر كده مصاريف. يا سلام عودين، ماشي. طب الخمس تكواس دوره اللي كنت شايلهم على جنب جبت بيهم بضاعه للبازار؟ طب والبلح الابريمي اللي انت كنت مخبيه؟ البلح الابريمي دفعته لبتاع الغاز. لا كده كتير بقى، على فكره كده كتير. بتعملي ايه يا ماما؟ بخزن 2 كيلو دقيق عشان الزمن، محدش عارف بكره هيحصل ايه، والدقيق الابيض ينفع في اليوم الاسود. والله برافو عليك يا ماما. الصوايا انا خايبه، لم ادخر الى الان ولا رزايه. يا حبيبتي انت بتصرفي كتير قوي. اسكتي يا ماما اسكتي، ده انا بستلم السلع من هنا بصرفها من هنا، مش عارف احافظ على سلعتي. يعني عليكي يا بنتي، انا بصرف 3 كيلو موز في الشهر في المواصلات يا ماما. 3 كيلو موز غير 2 كيلو كاكا اللي بدفعهم بس اللابتوب. القصه ده ملوش لازمه خالص. اللابتوب ايه والبتاع التلفزيون ماله؟ ما التلفزيون زي الفل. تلفزيون ايه يا ماما؟ انا مدرسه وكل المدرسين اللي معايا في المدرسه كل واحد فيهم داخل وتحت بطه لابتوب. ده العيال الصغيره اللي عندها 7 سنين الكمبيوترات غرقت المدارس. والله لازم اواكب العصر بتاعي. ولا حته. يا حته يا ابو الحتاتيت يا حتاتة. يا دي حتاتة. بقول لك ايه، خد حته الحلاوه دي وهات لي كوكتيل. لا يا رمزي، دي تجيب شاي من غير سكر. ليه يا حته؟ ما انا لسه مديلك حته حلاوه اول امبارح وخدت كوكتيل. كانت اكبر من كده يا عم. يا عم بقى هات 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 بس هات. بعدين اصلا فين الكتاكيت اللي كانت معايا؟ ما هو خلصوا يا عم. انت ايه اللي خليك تقبض ماهيتك كتاكيت اصلا؟ ما انا بحبهم قوي يا حته، بحبهم قوي. انا عايز كده. انت بتقبض ايه؟ انا بقبض سكر. عشان انت بتحب السكر انا بقى بحب الكتاكيت. يا راجل
ايه ده انت تلاقيك يا عيني بقى ايه طول الليل ما بتعرفش تنام بسبب صوتهم بقى. لا بالعكس ده انا بروح في النوم على طول وانا هم بقى جنبي كده وبيوسوسوا بيقعدوا يوسوسوا كده بحس ان انا في الغيط يا ده حته. ماشي يا عم ماشي. انت عارف يا ده حته انا كان من زمان قوي نفسي اطلع ايه؟ ايه؟ كتكوت وشركسي كمان. وانت بقى كان نفسك تطلع ايه؟ لا انا كان نفسي اطلع صاحب قهوه. وشركسي؟ لا انا كده جنان. يا رب تطلع صاحب قهوه وتجيب لي بقى الكوكتيل بقى. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. الصلاه والسلام. كده الحساب مظبوط يا ده رمزي. امال ايه دول؟ ده انا ماشي البازار ده هو زي ما الكتاب بيقول. يا سلام. طب الكتاب بيقول ايه؟ مش عارف ادول انا ما قريتهوش انا بسمعهم بيقولوا كده يعني. ها بقى مش هنحط بقى الايراد ده بقى في الخزنه دولا؟ خلاص يا ابني حكايه ان احنا نحط الايراد في الخزنه ده انتهى من زمان. دلوقتي الايراد بيتحط في الثلاجه او في بطننا. مد على فتفوته من الايراد يا رمزي هفرومك فاهم ولا لا؟ ماشي يا دولا ماشي. طب انا بقى دلوقتي عايز اقبض بقى الشهر بتاعي بقى. خلاص اقبضك. انت كسرت كام تمثال الشهر ده؟ الشهر ده امال يعني السنه كلها؟ أربعة يا دولا. طيب أربعة يبقى هيتخصم منك طماطمتين وخيارتين وبرقوقه. بلاش برقوقه وخصايه وبصلايه. طب ليه بقى لازمتها البصلايه ده؟ ما عشان نكون طبق سلطه يا ابني. ليه يا دولا بقى وانا اقبض ايه بقى يعني على كده دولا؟ لا مش انت اللي بتكسر يا ابني. شوف عندك تمثال توت عنخ آمون لوحده بكام؟ بكام يعني يا دولا؟ بطماطمتين ده لوحده. ليه يا دولا؟ طب ما انت كنت حاسب لي خوفه الشهر اللي فات بخيارايه بس. انت عايز تجيب توت عنخ آمون لخوفه؟ توت عنخ آمون ده كان ملك يا ابني. طب وخوفه كان ايه؟ هرم. ماشي يا بس هرم كبير ده الهرم الاكبر ده هو. الحقوني 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 الحقوني. انا بقيت على الحديده انا بقيت على الحديده. ايه ده ايه ده؟ هو انت عندك حديده يا انتي؟ بتحسدوني على الحديده بتحسدوني على الحديده. يا ماما تقولي في ايه مالك؟ شا عمري ضاع ومن الذي اضعه يا حماتي؟ الدين اللي كنت محوشاه. ماله يا ماما الدين اللي كنت محوشاه؟ سوس يا اختي سوس سوس يا اختي سوس. يا حرام يا حرام يا حرام. يا ماما في حد في الدنيا يحوش دقيق؟ يا حبيبتي ما كانش معايا غيره ما معيش غيره. طب ودول كانوا كام كيلو يا طنط؟ 2 كيلو. اوه لا لا ده مبلغ كبير قوي. ربنا يعوض عليكي يا حاجة. الملاحة الملاحة وفيهم راح بالطراحة. حرام يا حرام يا حرام يا حرام. هاي 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 هاي. رمزي رمزي يلا شوف. هاي شوف الزبون. وها بقول لك ايه كيف يلا. ماشي يا دول خد كمل اللعب خد كمل اللعب. امر يا عسل. هلا دايكم ورقكم برديه؟ لا احنا عندنا ورق بافر. يلا بافر ايه؟ انت مش قلت لي كيف الزبون؟ كيف الزبون مش اصلي الوقت. بس يلا بس يلا. ام سوري وات دو يو وونت؟ يعني بيقول لك عايز ايه؟ انا اريد ورق برضي. قال لك ايه؟ عايز ورق برضي. بس هتدفع بال يعني بالدولار. لا 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 يا دولا لا دولار لا ايجيبشن ماني. ايجيبشن ماني ايه؟ هيز رايت انا سوف ادفع بالمصري. لا المصري ده نظام المؤايده للمصريين. الاجانب يدفعوا بالدولار. انا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري. وكل مصر الله عليه. ما شربتش مننا؟ لا. جربت تغني لها؟ لا. ده انا هفرج. ايه ده الحقوا بسرعه في نبق عاجل. ايه ايه خير في ايه؟ خبر عاجل انتهت مطابع البنك المركزي من طباعة العملة الجديدة وغدا سوف تنزل في الأسواق. هما ونزاحت لا كوسة بعد اليوم ولا طماطم. ياه مع انها كانت ايام حلوة. ايه قصدي كانت ايام وحشة قوي قوي قوي.